ضرب غلف في هذا الاسبوع. هذا جاوا واحد ثلاثه اشخاص كيمثلوا شركات كيقولوا هما شركه ديال ابل. من بعد لقيناهم كيصوروا في التجار بدون العلم ديالهم، كياخذوا الصور كياخذوا الارقام ديالهم. حنا راه غنبداو نديروا نجيبوا مثلا سلعه جمله ونفرقوا للتجار. من بعد الاخوان ما عجبهمش حال التجار، كنبغي نشكرهم من هذا المنبر باش يشوفوا الحاله ديال هذوك الاشخاص واش فعلا ابل ولا غير نصابه. تجمعوا التجار، وقفوا دوك ثلاثه اشخاص. الحمد لله حنا من هذا المنبر كنبغي نشكر رئيس الدائره التاسعه والسلطه المحليه رئيس مساعدات القيد وقوات مساعده اللي فاستصلنا بهم جاو في واحد الوقت وجيز. من بعد مشينا للدائره الامنيه تبينوا لنا دوك الاشخاص، دوك الاربعه اشخاص اللي زاو لا علاقه لهم الشركه ديال ابل. هذوك الاشخاص زاو تقريبا بغوا ينصبوا على التجار، انه كيجيب كيقول لي انا راه عندي السلعه مثلا، كياخذ الرقم ديالهم من بعد كيتصل به كيمشي عنده للمحل ديالو. كيتفاجئوا دوك التجار كيقولوا دير داني واحد الشكايه، وهاد الشكايه كيتنصب لها شي محامي. ربما حنا باقي ما داروش هاد ليطاب هذا. حنا اليوم كنطلبوا من الجهات المختصه باش ناخذوا واحد الاجراءات قانونيه وواحد المتابعه اللي غتكون قانونيه بالنسبه لهاد الناس اللي جاو جوطي الدرب غلف. جوطي الدرب غلف سوق عالمي، حنا مرحبا بهم، اي واحد جا مرحبا، غير نبغوا يديروا داكشي قانوني بالنسبه لهاد الشركه. خاصها تجي السوق، خاصها تكون عندها واحد الترخيص من السلطه المحليه، اما سعاده القيد اما الدائره الامنيه التاسعه، باش نعرفوا حنا فعلا هذيك راه شركه قانونيه. اليوم راه الحمد لله تمت متابعه ديال التجار ضد هذه الشركه اللي غنتابعهم قضائيا فعلا، واش نشوف هذه الشركه واش فعلا شركه قانونيه ولا غير شركه كيتنصبوا على التجار، حيت بزاف ديال التجار كيتنصب عليهم بهذه الطريقه هذه. وحنا ما غاديش نسكتوا على الحق ديالنا، والحمد لله حنا راه يد واحده في جوطيه الدرب غلاف. التجار مستعدين باش ياخذوا الحقوق ديالهم وباش ياخذوا التعويض ديالهم. ما يمكنش لك تجي وتصور واحد التاجر بدون الإذن ديالو، وتمشي من بعد كدير لي تشهير او كتعيط وكتبتزو كتاخذ مقابل باش تقول لي نتنازل لك، انت راه عندك واحد الارتيكل انا اللي كنمثلو. حنا السوق معروف سوق عالمي، جوطيه الدرب غلاف الكل كيعرفها. حنا الشركه راه غادي نتابعوها، وحنا ان شاء الله هذا الاسبوع هذا غيكون واحد التقديم النيابه العامه باش ناخذ الحقوق ديالنا. وكنبغي نشكر التجار اللي سموا الحمد لله داروا واحد الوقفه ضد هاد الغرباء اللي جاوا السوق، وكنتمنوا الخير السوق ديالنا ان شاء الله. كنبغي نقول للتجار ديال الباب غلف ما تبقاوش تخافوا، اي واحد جاي عندكم استقبلوه ورحبوا به، شوفوا اشنو بغى. وفي حالات حنا راه عندنا واحد المجموعه واحد الجروب اللي ديال السوق، اي حاجه كتكون المشاكل ديال السوق كيتحط فيها. اي شركه جات عندكم حطوها هنا في المجموعه، حنا كاين الناس المختصه، عندنا اتصالات مع سعاده القيد او رجال الامن اللي مشكورين، في اي وقت كنتصلوا بهم كيجيو كياخذوا لنا الحق ديالنا.